بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري.